وفي مركز الطفل بالرقة، نظمت إدارة مراكز الأطفال بالشارقة التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة حفلة تعارف للأطفال المشاركين في الدورة 12 من ملتقى الشارقة للأطفال العرب في دورته 12، لتكمل الإمارة مهمتها في النهوض بالطفل العربي وتعزيز مهاراته القيادية. اسمعونا، نحن المستقبل. تحت هذا الشعار يبدأ مشوار الدورة 12 من ملتقى الشارقة للأطفال العرب. المظلة التي تجمع أكثر من 120 طفلا وطفلة قادمين من 11 دولة عربية، وها هم يلتقون بين ربوع الشارقة ضمن أجواء جاذبة ومحفزة للإبداع. انطلقت دورتنا 12 من ملتقى الشارقة لأطفال العرب. المشاركين معنا بين الأعمار هم بين 8 سنوات إلى لغاية 12 سنة. الجديد في ملتقانا السنة أنه حولنا الملتقى إلى برنامج قيادي للأطفال، بحيث نقدر نصقل مهاراتهم، وأيضا أن إحنا نجاوب على أسئلتهم وتمنياتهم في المستقبل وتوصياتهم لمسؤولين في الوطن العربي. أجندة الملتقى الذي سينطلق غدا الاثنين حافلة بالبرامج التدريبية وبورش العمل الجماعية، إضافة للزيارات الميدانية وغيرها لترسيخ مفاهيم عدة منها الإبداع وجعله نظام حياة، ناهيك عن مفاهيم العمل الجماعي، وذلك بتنمية حس المسؤولية المجتمعية وروح الانتماء. عندنا برامج كثيرة متنوعة، وإن شاء الله نستانس، وفي دول ويانا وحبيناهم. تعرفت على أصدقاء كثير من دول كثير، من الإمارات، من الكويت، ومن دول أكثر، وإن شاء الله لما يخلص هذا الملتقى رح نضل على تواصل. أنا شاركت في الملتقى لأني حابة أني أقدم فعالياتي، والشارقة هي مدينة الابتسامة. ملتقى الشارقة للأطفال العرب منصة حقيقية تجمع أجيال الغد ليناقشوا عبر فعاليات الملتقى ما يجمعهم من قضايا، كما يهدف الملتقى إلى مد جسور التواصل الثقافي بينهم وتسليحهم بالقناعة بأنهم قادرون على رسم طريق واضح المعالم للابتكار والنجاح.